أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. إن شاء الله مستمرين ومعاكم عادل بسيوني، ثالثة إعدادي في الوحدة الثامنة والدرس الخامس والسادس. هنبدأ على طول بالكلمات اللي معانا. أول كلمة معانا هي كلمة أوشن. أوشن وأوشن هي المحيط. رين فورست غابة استوائية. ويت لاند مستنقع. هيربس أعشاب. هيلث صحة. جراس أو سي جراس عشب البحر. واشنج أب غسيل الأطباق. كورال ريف الشعاب المرجانية. سبيتش خطاب أو حديث. كونكلود يختم. ريوز يعيد استخدام، وطبعا عارفين ان الار اي اللي هي ري معناها اجين، معناها اجين. يوز يعني يستخدم، وريوز يعيد استخدام. everyone كل شخص. introduce يقدم. invite يدعو. transport النقل والمواصلات، ومعناها برضو ينقل. tips نصائح. conclusion خاتمة. spider plants نباتات متسلقة. present يقدم او يعرض، وبتيجي برضو بمعنى هدية. solution حل. subject مادة او موضوع. along على طول او على امتداد. colorful زاهي الالوان او ملون. reason سبب. contrast تناقض. however مع ذلك. including بما في ذلك. temperature درجة الحرارة. bakers المخبز. تساوي كلمة bakery. time مرة أو وقت. كوست ساحل. دايفر غواص. ريمايند يذكر. هابيتات يعني موطن أو سكن أو بيئة. فاكتوال واقعي أو حقيقي. سيكشن قسم أو جزء. UK اللي هي يونايتد كينجدوم المملكة المتحدة. أما جنرال نوتس فمعانا ستارت واللي معناها يبدأ، بتساوي بالظبط بيجن معناها برضو يبدأ، وعكسهم فينيش ينهي. طيب نبدأ بقى نقول ان I'd like to start by، احب ابدأ بـ saying hello. I'd like to finish by saying life is not easy، الحياة ليست سهلة. I'd like to begin by studying math lessons، يعني يبدأ بـ. اما finish by يعني ينهي او ينتهي بـ. help من الأفعال اللي ممكن يجي بعدها المصدر مباشرة، أو to والمصدر، أو with plus ing. sea grass helps يساعد. keep the sea healthy. that's why بتساوي so، لكن that's why بيجي بعدها جملة. Shady was ill. that's why he was absent yesterday. كان ممكن يشيل that's why ويقول so. he was absent yesterday. nevertheless ومع ذلك تساوي however. سلمى was tired however she kept on working، أو سلمى was tired nevertheless she kept on working. أما التعبيرات الهامة معانا give a reason to يعطي مبررات أو أسباب لي. about 90% of حوالي 90% من. talk about يتحدث عن. to conclude الخلاصة. walk down the road يسير على الطريق. at the end في النهاية. world wetland day اليوم العالمي للأرض الرطبة. be dangerous for يكون خطر على. in the last 100 years في المائة عام الأخيرة. to begin with أن تبدأ به أو أول ما نبدأ به. careful of أو careful about حرص من أو حذر من أو حريص على. save energy يوفر طاقة. save water، save water يعني يوفر المية، لأن save معناها يوفر أو يدخر. تعال نشوف التمرين اللي معانا. choose the correct answer A, B or C. some have a strong smell like mint زي النعناع، طبعا دي الهيربس الأعشاب. is a safe place for many sea animals مكان آمن للحيوانات البحرية، طبعا ده بيبقى سي جريس المنطقة العشبية. today اليوم I'm going to give a about protecting our planet عن حماية كوكبنا. give يعطي a speech يلقي كلمة. give a speech يلقي كلمة.
Mom cooks the food. ماما بتطبخ الأكل. And I do the washing up. Do the washing up يعني يغسل الإيه؟ الأطباق. Do the washing up. Sea grass الحشائش البحرية. ودي مفرد فبتاخد is. Is found يعني توجد in the sea. Along the coast على طول الساحل. Of many countries. Along the coast. You can see all kinds of. تقدر تشوف كل أنواع fish. ذات ايت كورال ريف في الشعب المرجانيه طبعا كولورفل ملونه كورال ريفز دونت لايك تشينجز ما بيحبش التغييرات ان درجه الحراره طبعا ذاتس واي كلايمت تشينج كان كيل ذم يبقى ما بتحبش تغيرات في درجه الحراره يبقى اختار تمبريتشر يو ويل جيت فيري اف يو جو رانينج افري داي هتبقى صحي لو جريت كل يوم فاختار هيلثي We decided to start a recycling project. بدأنا أو قررنا أن احنا نبدأ مشروع تدوير two plastic bottles in our community. To reuse لإعادة استخدام. Trees in the absorb a lot of carbon dioxide. Trees in the rainforest. يعني الأشجار الموجودة في الغابات الاستوائية طبعا بتمتص كمية كبيرة جدا من ثاني أكسيد الكربون. It's dangerous to swim in the ocean. خطير إن احنا نسبح في المحيط when it's cold. عندما يكون الجو بارد or windy أو عاصف. The head teacher المدير started his speech by. Start by وfinish by. ممكن نقول begin by. Start by بتساوي begin by. يبدأ بي. My older brother أخي الأكبر helped me how to cook. Helped بيجي بعدها إيه؟ مصدر. يبقى هختار teach. She is old. هي كبيرة في السن. She is fit and active. يبقى اختار nevertheless ومع ذلك. About حوالي 90% 90% of students speak English well بيتكلموا English كويس. Give me a reason أعطيني سبب واحد of ولا for making ولا to ولا was making this mistake. Give me a reason for. There is a plant which lives in the sea. نبات بيعيش في البحر usually near the coast. طبعا ده sea grass. Suddenly all the cats ran away. فجأة كده كل القطط جريت زي disappeared واختفت. Most butterflies معظم الفراشات have many colors. They are colorful ملونين. Mom always tells me not to forget or forget my homework. بتقول لي ما تنساش الواجب بتاعك. She reminds me. هي بتذكرني. She reminds me. She writes a funny sentence at the end of the email. كتبت جملة مضحكة في نهاية الإيميل. I like her funny conclusion. تعال بقى بعد كده نشوف الانتونيمز والسينونيمز. ونبدأ بـ naturally. Naturally يعني بشكل طبيعي يعني normally. وعكسها unnaturally. Unnaturally. حطلها UN علشان يجيب الايه الانتون حط الايه UN attractive جذاب وجميل وقلنا معناها beautiful وعكسها unattractive برضو un وبتساوي ايه ugly colorful ملون يعني bright وعكسها plain او بيل شاحب او plain يعني سادة safe امن protected محمي وعكسها dangerous او endangered مهدد بالخطر begin يبدا يعني start وعكسها finish suitable مناسب او ملائم confident مناسب unsuitable يعني برضو حط un هنا علشان يجيب الايه الانتونيم اما البريفكس والسافكس تعال نشوف this واللي بتدي العكس يعني appear disappear re مره ثانيه reuse يعيد استخدام ال OUS دي suffix
O-U-S تدي صفة. Danger, dangerous. أو ال L-Y بتحول لأدفرب. Quick, quickly. يلا نشوف التدريب. Choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. We can form the opposite of the word attractive بإضافة إيه؟ Un. أقول unattractive. The suffix changes the verb attract into an adjective إلى صفة. I-V-E. Attract, attractive. We add the suffix to change a noun danger إلى صفة. بغي حولها لصفة. يبقى dangerous. O-U-S. The word protected have the same meaning as safe. Protected يعني محمي يعني آمن. The antonym of the word begin عكس كلمة begin عكسها هي finish. طيب synonym start. To make a noun from the word speak we add er speaker. The synonym of the word suitable مرادف suitable is confident. The prefix un in the word unnaturally gives the antonym. بتدينا الايه العكس. ال UN دي بتدينا العكس. This jewelry is very attractive. هذه المجوهرات جذابة جدا. The synonym of attractive. مرادف attractive يعني beautiful جميلة. ومن صفحة 118 complete with the correct form. Wetlands are important for the environment. That's why we are losing a lot of it every year. Wetlands يعني الأرض الرطبة are important for the environment. مهمة جدا للبيئة. We are losing a lot of it every year. فهختار إيه أقول but. وممكن كمان نختار however. Having more floods يعني ان احنا يكون عندنا فيضانات كتير. A lot of the world's ice is melting يعني this is because هذا لأن أو that's why. Deserts الصحراء can be very dangerous تكون habitats بيئات خطيرة. Nevertheless ومع ذلك hundreds of tourists like to visit them. A large amount of seagrass has disappeared اختفى. That's why there is an environmental project to grow new grass. طبعا هقول so لذلك. Sally can't speak well. She has a severe sore throat. Severe يعني had. فهقول because. Ali is quiet poor. He has expensive clothes. Ali يعني فقير إلى حد ما. بس يمتلك هدوم غالية. طبعا هنا الجملتين في تناقض. فأختار however. Nanny is successful. Nanny. ناجحة. She studied hard. طبعا هي ناجحة علشان هي بتذاكر بجد. This is because. Helmi is angry. He doesn't speak to us. Helmi متضايق علشان كده متكلمش معانا. That's why. Fadi has come second. طلع التاني in competition في المسابقة. So he is sad. لذلك هو حزين. وممكن اقول that's why يعني ممكن اقول that's why بدل so. داليا got the job حصلت على الوظيفة. She had done well in the interview. يبقى هقول because. The competition was tough. المسابقة كانت عنيفة. So our team did well in all matches. أدى جيدا في الماتشات. هقول however. رحمة has got high marks. She is smiling. رحمة حصلت على درجات عالية لذلك هي بتبتسم. That's why. رحمة is smiling. She has got
هاي ماركس. طبعا هنا عكس الجملتين فهقول because. باسم didn't train well، لم يتدرب جيدا. He won the game، وفاز بالإيه؟ وفاز بالمباراة. هقول nevertheless. The car didn't have enough petrol، العربية ما فيهاش بنزين. It broke down، تعطلت. يبقى هي تعطلت علشان هي إيه؟ ما فيهاش بنزين. Lynn stopped crying، توقفت عن البكاء. Her mom had fed her، ماما أكلتها. يبقى هقول because. حليم sang well، حليم sang well. All people in Egypt liked his songs، حليم غنى كويس. That's why، لهذا السبب كل الناس بتحبه. The test was difficult، الاختبار كان صعب. All students failed، كل الطلاب ايه يا شباب؟ رسبوا. فهقول that's why. Ayman doesn't like مصطفى، he always tells lies، دايما بيكذب، دايما بيكذب، علشان كده هم مش بيحبوه because. مو صلاح plays well for Liverpool، بيلعب جيدا من اجل ليفربول. Nevertheless، movie stars are usually rich، they don't enjoy their personal life، ومع ذلك لا يستمتعون بحياتهم الشخصية. تعال نروح على general exercise on lesson 5 and 6. finish the following dialogue، أكمل هذا الحوار. نرميني is phoning رحمة، بتتصل برحمة to apologize for not coming to her birthday party، عشان تقول لها معلش أنا ما قدرت شاجي حفلتك امبارح. Hello رحمة، happy birthday to you. فرحمة قالت لها hello نرمين، thank you. قالت لها I am sorry I couldn't come to your birthday party، قدرت شاجي الحفلة بتاعتك. فقالت لها why couldn't you come؟ قالت لها because my father was ill and we took him to the doctor. What a bad news. What is the matter؟ قالت لها he has fever and he is coughing. وبيكح. I am sorry to hear that. How is he now؟ هو عامل ايه دلوقتي؟ فقالت لها much better. Thank you. فقالت لها thank you. فقالت لها I hope he get well. روح على السؤال الثاني. Read and complete with the correct word. People should be careful to their homes. They should save energy. They should turn off their devices and the lamps after using them. Instead of taking a bus, they can ride bikes. And this will make them healthy too. روح على السؤال الثالث. Choose the correct answer. The new dresses are colorful. The antonym of colorful is. عكس colorful هو plain، سادة. Is one of the very large area، واحدة من المناطق الكبيرة of sea. On the earth's surface، على سطح الأرض. طبعا ده الأوشن، المحيط. We add the prefix before the verb use to mean something again، نعمل حاجة مرة تانية. فقلنا re. Is a plant which lives in the sea، نبات بيعيش في البحر. طبعا قلنا sea grass. We add the suffix to get the adjective، الصفة من wind، طبعا نضيف لها واي علشان تبقى windy. They start the concert with my favorite song، بدأوا الحفل بأغنيتي المفضلة. The synonym of start، مرادف start هي ايه؟ begin، يبدأ. نروح بعد كده للسؤال الرابع، واللي بيقول complete with the correct form. She won't، عارفين ان won't يجي بعدها مصدر، فهقول well، she will. ماجدة avoids، تتجنب making friends، مش make friends، لأن avoid يجي بعدها verb plus ing، فهقول making friends. صلاح enjoys
بيستمتع به. طبعا enjoy برضو يجي بعدها الفعل زائد ing فهقول scoring احراز الاهداف. لميا decided to join لان decide يجي بعدها to والمصدر هو join to join ان يلتحق. اشرف stopped توقف smoking وstopped هنا معناها ايه؟ يقلع فهقول stopped smoking توقف عن التدخين last month. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.